السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، كنتمنى ينال اعجابكم. اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو متميز، حيت غادي نهضر بلغه اخرى بالعربيه وكذلك الهنديه، بحكم انني غنصوب عصير هندي لذيذ سميتو لاسي مانجو، انديان لاسي مانجو. وعندي صديقات هنديات كيتفرجوا فيا، وبغيت اليوم نهضر بالهندية كذلك. إذن أولا نهضر بالعربية، عندنا جوج ديال ليمونغ، جوج دانون مسوس، نصف لتر حليب، هذا درت غير كاس ولكن غنضيف الحليب. وعندنا السكر حسب الذوق. السلام عليكم ميرا دوستو، ميرا شالين من أبكا سفاقات هي تو أج من أبكو سفاديش أمكي إنديان لاسي مانجو جارها هو إسليه مجي دو مانگو دو سادہ داہے آدھا لیتر داہے دودھ اپنی سواد کی انوسار تجھے سیچنے ایدان گلتنا سکا حسب الدوق. المكونات هما هادو. غادي ناخدو الان المولينكس، وغنضيف فيه هذه المكونات: فيرمين ابكو بلاندار من دالو دونغا اور سات هي داهي اور دود. اذا ناخذ هذه المكونات ونضيفهم في المولينكس. جوج ديال ليمونغ، ثم غنضيف لهم دانون مسوس، ومن هذا المنبر تلقي تحيه للصديقه ديالي الهنديه اللي عندها في القناه ديالها ايمي لايف ستايل. وكذلك هنديه اخرى ولكن ما عقلتش على الاسم ديال القناه ديالها. مهم كنضيفو جوج ديال دانون مسوس، صراحة كيجي لذيذ هاد العصير، منعش ولذيذ. انديان لاسي مانجو. وغنضيف دابا السكر، المهم السكر على حسب الذوق، وكذلك الحليب غنضيفو شوية بشوية. ناخد المولينكس، بسم الله، ثم غنبدا نضيف الحليب. حتى نكمل نسطرو كامل ديال الحليب. العصير ديالنا واجد، انديان لاسي مانجو، بسم الله. باوت اتشاهي لذيذ بزاف صراحة، زوين. كنتمنى تجربوه اعزائي المشاهدين، دخلينا التعليقات ديالكم مع الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس في القناه ديالي لاميتي فلوغ، ونكون خفيفه، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. وما تنساوش ديروا لنا لايك وكذلك تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. الى اللقاء، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ميرا دوستو.